السلام عليكم، يعطيكم العافية. أي استفسار عن المحاضرة اللي بتخص الستاك المرة الماضية؟ الصوت مسموع بالنسبة لكم ولا لا؟ عادي اه دكتور نستنى شوي، معناها لا يدخل أكبر عدد ممكن من الطلاب. بالنسبة للكويز، إحنا حكينا الكويز صار يوم السبت الساعة 3 بدل الساعة 1، لأنه في طلاب حكوا في عندهم مد لمختبر البايثون. فبناء على هذا الحكي، السبت القادم الساعة 3 اللي هو تاريخ 10/4 الساعة 3 بتشابتر 1 راح يكون في عنا كويز عليه 5 علامات من ضمن علامات المشاركة، اللي هي علامات المادة، يعني 25 للمشاركة الكويزز و25 اللي هي امتحان المد. أي سؤال على تشابتر الستاك؟ أي استفسار عليه على الكودات الموجودة عنا اللي بتخص تشابتر الستاك؟ طيب، بالنسبة لامتحانكم، امتحانكم راح يكون ب4/5، فالامتحان مطول. على الأغلب راح نكمل التشابتر السادس، احنا اوريدي اخذنا اول بارت منه اللي هو الستاك، راح ناخذ اليوم نبلش بالكيو وان شاء الله نخلصه يوم الخميس اذا كان في مجال. السبت الاحد القادم راح ناخذ البارت اللي هو دي كيو، بنكون هيك احنا كملنا التشابتر هذا. تفضلي يا شيماء. دكتورة، كيف بتكون طبيعة الأسئلة؟ يعني كونه المادة يعني فيها كودات وفيها حفظ وفيها حل، فمش عارفين إيش طريقة الأسئلة. طيب، بالنسبة للكويز ضع دائرة، رح أجيب لكم كودات معينة وأحكي لك إنه جملة معينة كم الكومبلكسيتي لإلها أو البرنامج ككل. أسألكم عن شوية أمور بالشابتر الأول. هلأ بالنسبة لامتحان المد، امتحان المد ممكن يكون في عندك كود أشيل لك أنا سطر منه وأحكي لك أي واحد من الأسطر التالي هو المناسب لهذا الكود، إذا بالكود بيشتغل 1 2 3 4، أو احكي لك شو الاوتبوت النتيجه اللي انا بتوقعها من هذا الكود. طبعا راح تكون تسميات خلينا نحكي مبهمه، والكود مثلا بتعامل مع ستاك ومع كيو، وبناء عليها بحكي لك انا بعد ما تطبق الكود اللي عندك ممكن يكون فيه معلومه عن الدايناميك اري مع الستاك مع الكيو. بدون ما انا اروح اذكر لك شو هم الميثودز اللي موجودين في كل كلاس، انا بذكر فقط التسميه، بعمل استدعاء. الان انت لازم يكون عندك معلومه انه هي الميثود اللي انا بستدعيها شو عم تشتغل. فالان انا لما استدعيها، لما اشتغل عليها، انا عارف شو بتشتغل، فبدك تطبق لي البرنامج وتحكي لي كاوتبوت نهائي من هذا البرنامج شو بدها تكون. لما انا احكي لك الكومبلكسيتي، معناته انا لازم اكون عارف الكومبلكسيتي لكل واحده من الميثود اللي انا عاملها استدعاء، وهم اللي اخذناهم داخل السلايدات. اذا انا عم بستدعي أو بحكي لك شو جملة الاستدعاء المناسبة أو شو الايرور اللي ممكن يصير في البرنامج التالي، بمعنى أنه هل أنا في عندي نقص بالبرنامج في اف ستيتمنت معينة أنا مش موجودة، فأنت لازم تخبرني عن هذا الموضوع. طبعا بتكون برضه الإجابة موجودة أنه ما في مشاكل، البرنامج كوركت 100%. وحكينا معنى كوركت مش معناته أنه في سنتاكس أو ران تايم ايرور، حكينا كوركت معناته أنه عم بياخد كل الحالات بعين الاعتبار. إذا ما عم بياخد، معناته أنا لازم أعمل تشيك على بعض الأمور، شو هم الأمور اللي أنا مش موجودة أو مش عامل لها تشيك من ضمن البرنامج الخاص فيه. فإذا أنا بحكي ديليت، معناته أنا دائما لازم أعمل تشيك على موضوع امبتي ولا لا. إذا أنا بحكي انسيرت بالنسبة للأري، أنا بدي أشوف هل في مكان، ما في مكان معناته أنا بدي أعمل ريسايز. إذا أنا بدي أعمل سيرش داخل ستاك، معناته أنا ما بصير أعمل سيرش مباشر، انا لازم اخذ القيم من الستاك احطهم في داتا ستراكشر اخر، اعمل سيرش، بعد هيك ارجع اخزن البيانات بترتيب صحيح داخل الستاك اللي عندي. فبشكل عام الكودات راح تكون موجوده، ممكن يكون فيها نقص، ممكن انا احكي لك اعتمادا على الميثودز اللي انت اخذتهم بكلاس الستاك او الكيو او الدايناميك اري او حتى الثلاثه مع بعض. الان البرنامج التالي شو راح يقوم؟ شو الشغل تبعه؟ كم الكومبلكسيتي تبعته؟ إلى آخره. فلازم يكون عندك انفورميشن كاملة
شو اللي عم بصير عندي. فإذا أنا فهمان كل data structure شو الميثود اللي أخذناهم، معناته أنا المفروض بدون ما أحفظ شو الكومبلكسيتي لكل ميثود، الميثود هاي والله كانت تعمل insert مع shift، إنه أنا بدي أدخل في index معين، فإذا الاندكس هذا في النص أو في البداية معناته أنا لازم أعمل shift للعناصر، إذا بدي أمشي for loop بالطريقة هاي. فأنا بدي أفكر بطريقة منطقية إنه كيف البرامج عم تشتغل عندي، كيف أنا الكومبلكسيتي أكون في مجال عندي إني أعرفها بدون ما أحفظها حفظ. إذا بدك تحفظها حفظ راح تتغلب. بالنسبة للستاك حكينا كل الميثودز اللي كتبناهم بيج أو أوف وان، بينما بالدايناميك أري تختلف من ميثود للثانية. إذا بدي أروح على الكيو اليوم، الكيو كل ميثود راح تختلف برضو عن الثانية، فأنا كيف بدي أحفظهم، كيف بدي أربطهم عندي. الأفضل أنك ما تحفظهم حفظ، أنك تفهم شو الآلية اللي بيشتغل فيها كل واحد فيهم. أوكي لغاية الآن أتمنى أنه تمام. أكون أنا جاوبت على سؤالك بطريقة واضحة. اليوم رح نكمل مع تشابتر الكيو، ما رح نبلش برمجة اليوم، اليوم فقط بدنا نشوف السلايدات كيف عم بلش نشرح شو يعني كيو، كيف نبلش نشتغل مع الكيو، كيف الأمور التابعة للكيو. فرح نبلش أول شيء بمصطلح كيو. كيو معناها طابور. الطوابير موجودة بحياتنا في كل مكان. إذا أنت رحت على المول بدك تدفع، إذا أنت فايت على البنك، إذا أنت واقف عند الـ ATM، إذا أنت بتشتري من سوبر ماركت، إذا أنت بدك تروح في المطار توقف على في طابور في المطار، إذا أنت بدك تروح تدفع في القبول والتسجيل مشان تدفع لفصل معين، فهدول كلهم طوابير. الآن الفكرة العامة من الطابور إنه اللي بيجي بالأول بيكون هو أول واحد في بداية الطابور هذا، والخدمة إذا بدي أقدم خدمة لازم تكون لأول واحد عندي. اللي في النص ما قلنا رؤية عليهم، أنا بعرف الأول والأخير فقط لا غير. فأنا بعرف بداية الطابور لازم يكون عندي معلومة مين هو اللي ببداية الطابور، مين اللي عندي في نهاية الطابور الموجود. هدول رح نسميهم نعطيهم مسميين front و rear. الفرونت معناها إنه هو الشخص اللي إجا وقف في بداية الطابور، الرير هو الشخص اللي وقف في نهاية الطابور. الآن أي عملية حذف وين بدها تتم؟ على بداية الطابور، لأنه أنا بدي أقدم الخدمة للشخص اللي في بداية الطابور، بعد هيك بدي أحكي له أنه انتهى شغلك أو كملت لك شغلك، أنت بتقدر تطلع من الطابور الآن. فإذا عملية الحذف قراءة المعلومة هي للفرونت. عملية الإضافة الآن وين بدها تكون؟ ما بصير أدخل بالنص أو في بداية الطابور، أنا بدي أدخل على نهاية الطابور. أي شخص جديد وين بده يوقف؟ بدي يقف في نهاية الطابور اللي عندي. فبدي يصير التعديل على مين في هاي الحالة؟ على الرير. فهي الالجوريثم او هذا الستركتشر اسمه first in first out، اللي بيجي بالاول بيكمل بالاول. اللي بالاول او اول واحد اجى بنسميه الفرونت، هو اللي بنقدم له الخدمه، هو اللي بنستطيع انه نعمل قراءه لقيمته او نعمل له ديليت من الكيو. فانا بدي احذفه، هو اللي بعمل له حذف. اللي موجود في اخر الطابور بنسميه الرير، عنده بتتم الإضافة. فأي شخص جديد بده يقف في نهاية الطابور، بده يصير هو النهاية الآن، فهو رح يصير آخر موقع عندي في هذا الطابور الموجود عندي. هاي بشكل عام. الآن كيف الكيو ممكن تنبنى؟ الكيو ممكن تنبنى على أساس array عادية حجمها ثابت، اللي هي من الكلاس array أو من الموديول array. أنا بدي أستدعي الكلاس array وأحدد size معين من البداية وأشتغل على أساسه، أو بشتغل دايناميك أري، يا إما باستخدام الكلاس اللي بنيناه بالشابتر السابق اللي هو الدايناميك أري، أو باستخدام الليست وعملية الأبند. الطريقة الأخيرة إنه أنا أبني هذا الكيو من خلال اللينك ليست، إنه أنا عندي أوبجكتس مبعثرين داخل المين ميموري، وفي عندي أدرس أو بوينتر عم بأشر إنه مين الأول مين الثاني مين الثالث. العمليات الأساسية بالنسبة للكيو هي الإضافة، الحذف، بدي أسأل is empty، بدي أقرأ القيمة الموجودة في بداية الطابور لحتى أنا أسترجعها. إذا أنا بتعامل مع array حجمها ثابت معناته أنا لازم أسأل إنه صار full ولا لا. إذا حجمها مش ثابت ما بهمني، بهمني length اللي هي عدد القيم الفعلية اللي تخزنت داخل هاي array أو list أو link list الموجود الآن.
الآن أي عملية غير هدول نعتبر أنه هي عملية غير صالحة وبدها نوع من الالتفاف. مثال insert في اندكس معين، بالكيو مثله مثل الستاك ممنوع أضيف في موقع محدد، أو ممنوع أحذف من موقع محدد، لأنه أنا هون ما في عندي شفت، ما عندي عملية بحث، ما عندي رؤية على القيم اللي بالنص أبدا، أنا تعاملي فقط مع الفرنت والرير، الفرنت للحذف والرير للإضافة. ففي قواعد خاصة، احنا حكينا المرة الماضية برضو أنه أي data structure abstract data structure في بدنا نحدد له نوع البيانات، نوع العمليات اللي بنقوم فيها على هاي البيانات والشروط الموجودة، أنواع الأخطاء اللي ممكن تصير عندي. إذا عملية insert في موقع محدد ممنوعة من عن باتنا، لأنه أنا الكيو أو الداتا ستراكشر هذا شو بحكي لي؟ أنه أنا فقط عملية الإضافة على الرير، فأنا لازم ألتزم بالقاعدة هاي. مين اللي حط القاعدة هاي؟ اللي جاب فكرة الكيو أو الطابور، أي أول نقطة. عملية القراءة أو الحذف بس من الفرنت، فإذا أنا ممنوع أحذف من إندكس معين أو أدور أحكي بدي أحذف قيمة معينة أبدا، ممنوع أعمل شيفتنج. عملية البحث ممنوع أبحث عن قيمة وين الإندكس تبعها، لأنه أنا ما إلي رؤية على القيم اللي بالنص أبدا، ممنوع أحكي أنه قيمة كم مرة تكررت، لأنه أنا الديت ستركتشر هاد كبناء أو كأساسيات خاصة فيه ممنوع نقوم بهاي العمليات. ممنوع أعمل عملية برنت، ممنوع أعمل عملية سيرج، ممنوع أعمل عملية سورت. طيب كيف إذا أنا بدي أقوم بوحدة من هدول؟ بدنا نعمل طريقة التفافية مثل ما عملنا مع الستاك المرة الماضية، أنه أنا بنسخ القيم الموجودة داخل هذا الستاك في another data structure، ممكن على list عادية أو على dynamic array عادية أو على stack، ومن هناك أنا بشتغل الشغل الخاص فيه. الكيو موجودة في الكمبيوتر بطرق مختلفة، اللي أخذ مادة الـ OS أو الـ Operating System بيعرف أنه الكيو موجودة مع نظام التشغيل، في شيء اسمه Red Queue، في شيء اسمه Waiting Queue، في كيو خاصة بكل ديفايس على الجهاز، في طابور من العمليات لحتى ما تصير خربطة بالشغل، لحتى ما يصير فيه أنه أنا عم برد على رسالة، الرسالة هاي عم برد عليها غلط، أو عم باخدها بوقت غير صحيح، أو عم بخربط الانفورميشن مع بعض. إذن الداتا ستراكشر هي اقتراحات من أشخاص لحتى نقلل الكمبلكسيتي، سواء كتايم أو كسبيس، بنستخدمهم في مجالات معينة لأسباب معينة، في بروبلم معينة. مش كل أنواع المشاكل ممكن ينفع عليها أستخدم الستاك أو أستخدم الكيو أو أستخدم الاثنين مع بعض. الآن أنا بدي أستخدمهم بطرق خاصة جداً، بدي ألتزم بالقواعد الأبستراك داتا تايب هاد، ما بصير إني أتجاوزه. إذا أنا بدي أحاول أعمل عملية خارج عن هذا الكيو، عن الكلاس التابع له، أنا بدي أروح أطبقها بطريقة التفافية، إنه أنا أحذف القيم من الكيو، أخزنهم في مكان آخر، بعد هيك أتعامل معهم بالطريقة أو بالشكل اللي أنا بدي إياه إذا اضطرت. العمليات الأساسية بالنسبة لهذا الأبستراك داتا تايب الان كيو، اللي هي انتر تو كيو او انسرت لكيو، بدي اعمل اضافه، فانا بدي اضيف قيمه على الكيو. هون ما حطينا شرط انه ممكن ايرور اذا فول، ليش؟ لانه انا بدي افترض انه ممكن يكون في عندي دايناميك اري، فالشرط هذا مش دائما موجود، فقط موجود بحاله السايز ثابت، ما في امكانيه انه اعدل عليه، ما في امكانيه اني اغير عليه ابدا. دي كيو معناها ديليت من كيو، طبعا عملية الان كيو او الاضافة حكينا بدها تكون على الرير على اخر الطابور. الدي كيو هي عملية حذف من هذا الكيو، وين بدي احذف؟ اول element، فبحكي لك بدك تحذف الفيرست element الموجود عندي في الفرنت، فهون بدك تحذف وبدك ترجع للقيمة الموجودة في الموقع الفرنت اللي انا بدي اشتغل عليه. امتى ممكن يحدث عندي خطأ؟ بيحدث عندي خطأ اذا كانت empty، شو ما كان نوع اللي أنا بدي أستخدمه لأبني هذا الكيو، هل هو الري عادية، دايناميك الري، ليست، لينك ليست، فالشرط هذا دائماً لازم يكون عندي موجود. إذا فاضية ما بصير أحذف أبداً. الدي كيو مرة تانية مش بس بيحذف وبرجع لي القيمة اللي أنا حذفتها، لحتى أنا أقرأها، لحتى أنا أتعامل معها. الكيو دوت فيرست اللي بيجيب لي القيمة الأولى الموجودة في هذا الطابور،
أنا بدي أقرأها بس بدون عملية حذف. Return a reference to the element at the front بيرجع لي القيمة أو الإندكس تبع هي القيمة without removing it بدون ما يحذف لي إياها أبدا. طبعا برضه هون أنا بحاجة أتأكد إنه هذا الكيو فاضي ولا لا، لأنه ما بصير أرجع قيمة إذا كان فاضي. الكيو is empty معناته أنا هون بدي أعمل check هل في عندي element أو ما في عندي element. ف امتى رح يرجع true؟ فقط اذا الكيو هاي does not contain any elements. اللينكس رح نعمل override للسبيشال ميثود اللي اسمها len، الهدف منها انه يرجع لي عدد القيم المخزنه فعليا داخل الكيو، فكل مره لحتى اقراها بشكل سريع. هاي بالنسبه للعمليات الاساسيه. الان بدنا ناخذ اكثر من فرضيه. الفرضيه الاولى انه انا بالشكل التالي assumption اللي هي الافتراضات اللي بدنا نقوم فيها. هاي بالنسبة للحالة الأولى. The newly created queue is empty. إنه أنا إذا بدي أبني queue رح تكون مبدئياً فاضية ما فيها عناصر. فإذا أنا حاولت أحذف منها قبل ما أضيف عناصر لازم يحكي لي إنها empty. إذا أنا حكيت له بدي length لازم يحكي لي عدد القيم صفر. إذا أنا حكيت له بدي أعملها insert ضف لي على الموقع بالطريقة السليمة. إذا رجع لي الفيرست معناته لازم يحكي لي إنها فاضية، فلازم ناخذ هاي الأمور بعين الاعتبار. الأسومبشن الثاني إنه ما في عندي priority bound at the capacity of the queue، ما في عندي حد أقصى للحجم، فأنا بدي إياها dynamic، سواء أنا بتعامل مع dynamic array ولا list اللي بتغير الحجم تلقائيا من خلال جملة الأبند، أو حتى من خلال اللينك list اللي هي بتستخدم البوينترز من object للتاني. The queue can be of any type. شو المقصود فيها؟ إنه نوع المعلومات اللي أنا بدي أخزنها داخل the queue ممكن تكون من أي نوع. ممكن تكون integer، ممكن تكون float، ممكن تكون string، ممكن تكون boolean، ممكن تكون object من another class. فأنا the queue بدي أحط فيها object من class آخر، ما في مشكلة أبداً. أنا بدي أفترض إنه الكيوب تاخذ كل الأنواع اللي أنا موجودة عندي. هاي كأسامبشنز عامة، كمعلومة عامة قبل ما نبني أي كود بخص هاي الكيوب. خلينا ناخذ الإكزامبل التالي. الإكزامبل التالي لحتى نشتغله خلينا نعمل insert لتابل، نعتبر إنه هو هذا الأري اللي أنا بحجزتها. بدنا نشيل الشيدنج منها، سوري ليها كلياتها بالشكل هذا. بدنا نضيف البوردرز وبدي اروح نغير لون الخط للاسود لحتى انه اي معلومه انا بدي اخزنها تبين. الان شو بده يصير عندي في هذا الكيو؟ الكيو مبدئيا هو فاضي. فنيجي على اول جمله، الاوبريشن هي الجمل المكتوبه في المين كبرنامج. الريتيرن فاليو رح تحكي لي شو القيمه اللي بدي يرجع لي اياها هي الميثود. الشكل هذا اللي مبين لي شو القيم الموجودة داخل الكيو. الآن نبلش q.nq للخمسة. nq حكينا معناها enter على الكيو، فأنا بدي أضيف الرقم خمسة. الجملة اللي بعدها q.nq للثلاثة. طبعا هون ما في return value لأنه أنا عم بضيف قيمة. length للكيو الآن بده يعد لي كم عدد القيم اللي أنا خزنتها داخل الكيو، فعندي الخمسة والثلاث هم اثنين، فالريتيرن فاليو رح يرجع لي اثنين، والكيو بتضلها ثابتة بهي الحالة. إجا بحكي لي q.dq. dq الآن أنا بدي أحذف أرجع لك القيمة. طب أحذف مين؟ شو القيمة اللي أنا دخلتها بالأول؟ القيمة اللي دخلتها بالأول هي الرقم خمسة، فإذا أنا بروح بحذف الخمسة. الآن أنا بحذفها، طبعا بكون مخزنها في temporary variable متغير يعني مؤقت، بحط الخمسة فيه، بحذف القيمة، بغير على الفرنت. الآن صار عندي الرقم ثلاثة أو الموقع اللي فيه الرقم ثلاثة هو الفرنت عندي وهو الرير، وبرجع لك الخمسة عندك بالنسبة للبرنامج. سألتك الآن هل هو empty؟ الامبتي بده يرجع لي إما true ولا false. نطلع في عندي قيمة اللي هي الثلاث، فبرجع لي فولس بهي الحالة. تفضل يا جمال. يعطيك العافية دوك. الله يعافيك، تفضل. سيدي من عند الان كيو. الان كيو. الان كيو. هون. أي لا لا بالإكزامبل اللي احنا فيه دكتورة. إكزامبل، أوكي صوتك لأنه عم بيقطع.
أي واحدة بس، أي جملة، نبلش من أول واحدة. لا لا الثالثة دكتورة. اللينكس اللي هي عدد الإليمنت المخزنة. فأنا لما كان في خمسة وفي ثلاث أنا مخزن قيمتين، فبيجيب لي عددهم اللي هم اثنين. واضح؟ واضح. الدي كيو الآن معناها احذف ورجع لي القيمة اللي حذفتها. الآن عملية الحذف بتتم لمين؟ للفيرست إليمنت، لأول وحدة دخلت على هذا الطابور اللي هي عندي الخمسة. أول رقم أنا دخلته على الكيو هاي اللي هي الرقم خمسة. فالآن أنا بدي يحتفظ لي فيه في متغير على جنب، يحذف لي القيمة ويحكي لي أنه بطل هذا المكان هو الفرنت أو البداية، صار الفرنت عند الثلاثة، برجع لي الخمسة بعد ما يحذف لي إياها. فبيعمل لي ريتيرن للرقم خمسة. واضح كيف الديليت كيو أو دي كيو؟ واضح. الآن روح على بعدها is empty. شو يعني is empty؟ هل في عندي عناصر ولا ما في عندي عناصر داخل الكيو؟ الآن بطلع على الكيو شو في عندي؟ الرقم ثلاثة، إذن هي مش فاضية، فرح يرجع لي false بهي الحالة. روح حكالي q.dq كمان مرة. فأنا وين بدي أحذف الآن؟ بدي أحذف الرقم ثلاثة. ليش بدي أحذف الرقم ثلاثة؟ لأنه أنا الآن ما ضل عندي عناصر، أو سوري ما عندي غير هو الرقم ثلاثة، هو في بداية الكيو الموجودة عندي، فبحذف لي إياها. إذا سألنا الآن هل هو empty، بطلع على الكيو هي فاضية، فالإجابة true بهي الحالة. الجملة اللي بعدها delete from queue، ليش أعطاني error هون؟ أنا ما بصير أحذف من كيو فاضية أبداً، فأنا لازم أعطيك رسالة الآن أنه في عندك خطأ، في عندك خلل عم بصير، أنه أنت عم تحذف من ليست ما فيها عناصر أصلاً. فبيعطيني رسالة كلمة error أنه مثلاً الكيو is empty. بتقدر تحط بهاي الرسالة كلمة error لحالها، أي شيء أنت بتشوفه مناسب. أرجعنا على الكيو.nq، برجع بحكي لي دخل لي السبعة، هاي دخلنا السبعة. رجع حكالي NQ للتسعة، فبدي يضيف لي التسعة بعديها. إجا حكالي اطبع لي الفيرست، الفيرست هون بترجع لي أول قيمة دخلت، فأول قيمة اللي هي الرقم سبعة، طبعا هون بدون عملية حذف ما بحذف، برجع لك الرقم سبعة والقيم بتضلها ثابتة داخل الـ Q. الـ NQ للأربعة ضف لي إياها على آخر الليست هون. اللينكث الآن للكيو، كم عنصر موجود أنا خزنته داخل هاي الكيو؟ عندي السبعة، عندي التسعة، عندي الأربعة، عندي ثلاث عناصر موجودين داخل الكيو الآن، فرح يرجع لي اللينكث اللي هي الثلاث. طيب آخر جملة أنا بدي أحذف، أنا أحذف من وين؟ بدي أحذف أول عنصر تم إضافته اللي هي السبعة عندي هون بالنسبة لنا. فالآن رح يحذف لي الرقم سبعة ورح يشيل لي إياها من الكيو. بعضكم ممكن يحكي لي طيب ليش ما عمل شفتنج؟ إحنا ما رح نعمل شفت، إحنا رح نتعامل الآن مع مصطلح جديد إحنا ما تعاملنا معه سابقا، اسمه السيركولار أري. شو يعني سيركولار؟ إنه أعتبرها إنها مثل الدائرة، كلها مربوطة مع بعض، فيش بداية وفيش نهاية، وما بدي أتعامل مع بداية ومع نهاية، أنا بدي أدخل القيم وهو مسؤول كبرنامج الآن يحدد لي وين عملية الإدخال، اشتغل لي بطريقة سليمة بدون أي مشاكل، بدون ما يكون في عندي الشكل الموجود أمامه. فهذا من خلال مصطلح اسمه سيركولار أري. شو يعني سيركولار أري؟ السيركولار أري ما بتعني أبداً عندي إنه في إشي اسمه فعلاً سيركولار داخل الجهاز، أو إنه في المين ميموري رح يتخزن شيء اسمه سيركولار. إحنا بدنا نتعامل معها بطريقة الدائرة هاي، إنه أنا إذا وصلت للنهاية ممكن أرجع لبداية الليست الموجودة أو الأري الموجودة بكل سهولة. إذا أنا حذفت من موقع أنا ممكن أعمل التفاف وأعمل حذف من موقع اللي بعده وأشتغل عليه. إمتى بنشتغل الأري سيركولاري؟ بحكي لي أول خطوة لحتى أشتغل الأري سيركولاري بدي أفترض، بحكي لي we assume our underlying array has fixed length، إنه حجم الأري ثابت، فيش عندي resize، فيش عندي أي تعديل على هذا الحجم ولا بأي شكل من الأشكال. إذن أنا بدي أفترض من البداية إنه الحجم عندي ثابت، فيش مجال للتغيير،
فش مجال للإضافة، فش مجال للتعديل. السايز هو اللي أنا بدي أخده من البداية، ما بدي أسمح لك إنك تعدل عليه أبدا. طبعا بحكي لك، والقيمة الآن اللي هي السايز لهي الأري كامل، بدنا نفترض إنه هو أكبر من عدد القيم اللي أنا بدي أدخلهم على الكيو. النقطة الثانية، new elements are enqueued toward the end of the current queue. دائما عملية الإضافة وين؟ على الرير، على نهاية الطابور. The processing from front to index and ناقص واحد and continuing at index 0 then 1. أول مرة إحنا مندخل من صفر لأن ناقص واحد، لكن إذا إحنا عملنا حذف بيحذف لي من الاندكس 0، بعد هيك من الاندكس 1. طيب الفرونت وين صار عندي؟ في الموقع 2 مثلا. طيب كيف الان عمليه الاضافه او عمليه الحذف كيف بده يشتغل؟ الفرونت رح يثبت لي عند الموقع 2، اذا انا حذفت القيم في موقع 0 وفي موقع 1 الفرونت صار عندي الموقع 2 الان، فبدي اشتغل من 2 لان ناقص 1. طيب اذا انا بدي اضيف وما ضل عندي اندكسز بعد الموقع ان ناقص 1، بدي ارجع على الموقع 0، بعد هيك ممكن اكمل على الموقع 1 اذا محذوف فيه القيم، اذا ما وصلت لحاله الفل. كيف الشكل العام؟ خلينا ناخذ اكزامبل، بس قبل ما اروح على اللي بعدها خلينا ناخذ نيو سلايد نشرح فيه اكزامبل. فالان انا بدي اخذ الشكل اللي هو هذا، بدي اخذ هذا الشكل الان وافترض عندك المعلومات التاليه. بدي اعتبر سوري انه انا بدي اضيف عندي اول شيء الليست اللي انا بدي اشتغل عليها. هاي الليست اللي انا بدي اشتغل عليها، بدي اعتبرها فاضي اول مره. بدي اعمل اضافه للقيم بس بدي اصغر حجمها لحتى انه ما تاخذ معنا جمل كثير. خلينا ناخذها هيك، نعمل ديليت للكولومز الموجودين هدول، نحذف البيانات الموجوده. الان اجيت حكيت لك البرنامج بده يشتغل كالتالي، اجيت حكيت لك ان كيو، طبعا كمان شوي رح نبلش نبرمج، حكيت لك دخل الرقم 2. طبعا قبل هاي النقطه لازم انا اكون عارف كم عدد الاليمنتس اللي عندي، شو هو الفرونت شو هو الريد. فالفرونت رح ارمز له بالحرف اف، المقصود فيها بالفرونت الاندكس وين مخزنه اول قيمه في هاي الليست. اذا الفرونت مش عباره عن القيمه اللي انا بدي اخزنها، هو عباره عن اندكس. اندكس لمين؟ لاول عنصر انا دخلته اول مره. الاندكس هذا لازم يكون خارج حدود الاريه، خلينا نفترض انه خارج الحدود هو السالب واحد، خلينا نتعامل مع الارقام الموجبه فقط لا غير. الان هو السايز لهي الاريه كامله، انا في عندي اربع مواقع فقط لا غير. الرير اللي هو حرف الار اللي هو نهايه الليست اللي هي آخر عنصر، برضو بما أنه أنا لساتني empty بدي يكون سالب واحد. الرير والفرونت هم الاندكس، مش القيمة الموجودة في الموقع الأول ولا القيمة الموجودة في الموقع الأخير. الفرونت هي اندكس، الرير هي اندكس. بضل عندي بدي إيش؟ بدي زد، خليها نحكي أنه هي الاليمنتس أو number of elements اللي موجودين عندي. فالزد هي number of elements. مبدئيا كم بيكون الرقم هذا؟ رح يكون عندي الرقم 0 هي عدد الاليمنتس المخزنة مبدئيا. إذا مرة ثانية الاف هي الفرونت بتمثل عندي الاندكس، افترضنا انه الاندكسز رح تكون الارقام الموجبة فقط لا غير، فالاندكس سالب واحد، إذا هو خارج الحدود تبعتي. الان هي حجم الاري كلياتها، الار هي الرير برضه هي عبارة عن اندكس ومبدئيا بيكون سالب واحد لانه احنا لسه ما دخلنا قيم ابدا على الكيو الموجوده نهائيا. الزد هي عدد الاليمنت اللي انا مخزنها داخل الكيو مبدئيا. هدول بدنا نعملهم انشاليزيشن وين؟ داخل الكونستراكتر لحتى الامور تكون سليمه، بالاضافه لاني انا اعرف الاري واعطيها السايز من خلال مثلا السي تايبس. أعرف array من خلال الـ C-types اللي إحنا استخدمناها سابقاً، فأحكي له أنه الرقم اللي هي الـ uncapital عندي هون اللي أنا بعدت لك إياها كسايز معين ضارب C-types.py underscore object لحتى أنا أعرف الـ array تبعتي. الآن
بعد ما انا اعمل انشاليزيشن جيت انا حكيت لك اعمل لي ان كيو. الان كيو هاي لازم نعمل من خلالها تشيك هل الليست عندي فل او لا، او الكيو عندي فل ولا لا. كيف بدي اعرف؟ من خلال الزد. اذا الزد قيمتها اقل من قيمه الام، فاذا هون قبل ما انا اعمل الان كيو هاي ككودينج داخل الكود لازم يكون في عندي تشيك اف ستيتمنت انه الزد قيمتها اقل من مين؟ من الان كابيتال، انه عدد العناصر المخزنين هم اقل من السايز اللي انا حاجزه. طيب تاكدنا انه انا الليست فاضيه فصفر اقل من 4 اوكي، فبدي اعمل ان كيو الان. كيف بده يعمل لي ادخال؟ بده يستخدم الجمله الموجوده هون انه الفرونت خليها تساوي فرونت زائد 1 مود الان. فبدنا نستخدم هي المعادله الان ونحطها عندي هون. اذا انا كانت عندي الزد اقل من الان اشتغل الجمله التاليه. الجملة التالية هاي شو معناها؟ انه جيب لي قيمة الفرونت. الفرونت مبدئيا افترضنا انها سالب واحد، فسالب واحد زائد واحد كم بطلع عندي بهاي الحالة؟ صفر. مد الان اللي هي اربعة، صفر باقي قسمي على اربعة هو الصفر نفسه. اذا انا بدي ادخل الاثنين في الموقع الفرونت اللي هو الصفر، فاذا الاثنين عندي صارت هون. واضح لغاية الان؟ فإذا الفرونت في الحالة الأولى راح يكون القيمة هون اللي هي سالب واحد زائد واحد باقي قسمة على الرقم اللي هو أم اللي هو الرقم أربعة، فبطلع عندي الرقم زيرو. طبعا هون بدنا نحطهم داخل أقواس لحتى ناخد الأولوية بهذا الشكل. فإذا أول قيمة أنا بدي أعملها إضافة راح يروح يضيف لي إياها على الاندكس زيرو من هاي الليست أو هاي الأري اللي أنا بنيتها. أي سؤال لغاية الخطوة هاي؟ أي استفسار لغاية القيمة اللي إحنا اشتغلنا عليها الآن؟ طيب الآن نرجع، أنا لسه ما كملت الشغل تبعي، أنا بدي أكمل الشغل الآن على السطر اللي بعده. سوري، أنا الآن بدي أشتغل الجملة اللي بعدها. إجا حكالي كمان مرة إن كيو. الان كيو الان خلينا نحكي للرقم خمسة، انا بدي ادخل الرقم خمسة الان واشتغل عليها. الرقم خمسة الان كيف بدي يتعامل معه؟ بده يجي يرجع يحكي لي نفس الجملة اللي هون، لكن الاف رح تصير عندي مختلفة الان. فالاف الان صارت عندي مختلفة. ليش احنا سوري هون الاضافة اول مرة على الفرونت والرير ترى لها نفس المعادلة، فإحنا إضافة فسري هون نشتغل على الرير وليس على الفرونت. الرير دائما للإضافة والفرونت هي فقط للحذف. فالتغيير على مين؟ التغيير على الفرونت لحتى الأمور تكون أوكي. سوري، التغيير على الرير بعملية الإضافة، الفرونت في عملية الحذف. فهون نفس الشيء، هون راح نحط الرير نستخدم المعادلة الموجودة عندي نفسها. نفس الشيء الرير هو كان سالب واحد، الآن إذا أنا عدلت رح يحكي لي عدل لي عليها بالشكل المناسب. الآن بعد اللفة الأولى أنا ما غيرت بس على قيمة الرير صارت صفر، أنا بدي أغير على مين كمان؟ بدي أغير على الفرونت تساوي عندي الرير. طيب ليش؟ لأنه أنا ما عندي غير عنصر واحد فقط لا غير. فإذا أنا لازم أحكي إذا كانت الزد بتساوي صفر وأنه أنا هاي أول عملية إدخال، فأنا بدي أعمل الفرونت تساوي الزيرو، الفرونت بتساوي الرير سوري عندي بالنسبة لهي الجملة. طبعا أنا ممكن أعمل تشيك على هذا الموضوع من خلال الإف ستيتمنت السابقة قبل ما أنا أعدل على قيمة الرير وقبل ما أنا أشتغل عليها، أو أجي أحكي لك إذا الرير والفرونت سالب واحد من البداية أو كانت الزد من البداية ما فيها عناصر، أني أنا أغير الفرونت والرير وأعملهم القيمة صفر مع بعضهم البعض. ليش؟ لأنه أنا بداية الليست ونهايتها عنديش غير عنصر واحد. فالفرونت هو الموقع صفر، الرير هو الموقع صفر، الاثنين بيأشروا على نفس الموقع وعندهم الاندكس لنفس الموقع بالضبط. الآن بدي أعمل NQ للرقم خمسة.
طبعا الزد بعد هاي الجملة بده يصير عندي الرقم واحد، انه انا صار عندي عنصر تم تخزينه. طبعا هذا تمهيد للكود كيف بدنا نكتبه كمان شوي لحتى نشوف احنا على اي اساس بدنا نضيف شمال الكودينج الموجودة. نيجي الان على الجملة البعديها، بدي اعمل ان كيو للخمسة، فبدي احكي لك الاضافة دائما على الرير، فبدي احكي لك ار خليها تساوي ار زائد واحد مد الان، فالار الان من الجملة اللي قبلها هي صارت صفر، زائد واحد هي الواحد، مد الأربعة هي الواحد نفسها. فالآن أنا شو بدي أعمل؟ أنا بدي أدخل القيمة الجديدة على الموقع واحد، بدي أروح أدخل الخمسة عندي هون على الموقع واحد الموجود عندي كالتالي. طيب هل أنا بغير على الفرونت بهي الحالة؟ الفرونت هون احنا ما بنغيره، احنا بنغير فقط على مين؟ على الزد. الزد انا بدها تصير عندي اثنين، الفرونت رح يضلها ثابت اللي هو الرقم صفر. ليش؟ لانه انا الان صار في عندي عناصر، والان البدايه صارت مختلفه عن النهايه، فالاف رح تضلها زيرو بهي الحاله. نيجي ناخذ اللي بعديها، اجيت حكيت لك كمان مره اعمل لي ان كيو بهذا الشكل، فأنا الآن كمان عملية NQ مختلفة أو جديدة على الليست. طبعاً أنا بدي أضل ماشي تأعب الليست كلياتها بالأول، بعد هيك نعمل عملية الحدث. الآن لك NQ بدي أدخل الرقم على سبيل المثال 10. الآن أنا بهي الحالة بدي أرجع أعمل check وبدي أخذ الجملة هاي وأحطهم هون. طيب شو بدي أعمل فيهم؟ الرير الآن رح يصير قيمته اللي هي من الجملة اللي قبلها الرير صار واحد، فواحد زائد واحد اثنين مد الأربعة هي الاثنين نفسها. فإذا أنا بدي أروح على الموقع اثنين من الليست الموجودة أضيف عليها الرقم 10، الزد عندي بتصير رقم 3 إنه صار عندي 3 عناصر مختلفين. طيب الأف، الأف رح تضلها زي ما هي بدون أي تعديلات، الأف رح تضلها الموقع صفر نشتغل عليها زي ما هي. طيب الآن الجملة اللي بعديها بدي أعمل DQ. حكينا شو يعني DQ؟ إنه أنا بدي أحذف. DQ بدها تتأكد لي إنه الليست هل هي empty بالأول؟ فإذا empty لازم نطلع، إذا أنا فاضية ما بصير أعمل حذف نهائيا. هاي أول نقطة. النقطة الثانية الآن أنا بدي أتأكد هل العنصر موجود؟ حكينا من الامتي إحنا في عناصر. الآن عملية الحذف من وين؟ من الفرونت. فأنا بدي أجيب temporary value وخليها تساوي القيمة الموجودة في الموقع فرونت. فمثلا إذا أنا اعتبرت أنها array في الindex front رجع لي إياها وحط لي إياها في temporary. الخطوة اللي بعديها طبعا بعد ما أتأكد empty ولا لا، إذا مش empty بعمل الخطوة هاي هون if not empty مشان تكون واضحة، if not empty لهي الليست. الآن بجيب القيمة الموجودة في الاندكس لفرونت، لأنه دائما الحذف من بداية الطابور، وبرجع القيمة. الفرونت هو الموقع صفر. الآن باجي بحكي لك بعد ما أنا أخزن هاي القيمة إنه a of f بدي أخليها تساوي عندي mom، انه انا احذف القيمه وبدي اعمل زد ناقص واحد ناقص ايكوال واحد، اللي هي بدي اقلل عدد القيم بمقدار واحد فبصير عندي قيمتين. فاذا انا شو عملت؟ رحت على الموقع صفر الان اللي هي قيمه الاف، حذفت القيمه من داخله بعد ما انا خزنتها في التمبوراري، وحكيت لك الان اعمل لي في هذا الموقع نم الزد خليها ناقص واحد فبصير عندي اثنين، وبدي أحسب قيمة مين؟ الأف، الأف اللي هي بتساوي أف زائد واحد مد الآن، هاي قاعدة عامة رح نستخدمها. فالفرنت الجديد الآن كم بده يكون؟ اللي هي قيمة الفرنت القديمة صفر زائد واحد باقي قسمة على أن اللي هي أربعة، فبطلع عندي الموقع واحد قيمة الفرنت الجديدة. فالآن أول موقع عندي في هاي الليست صفة، أو أول قيمة عندي في هاي الليست هي الموقع واحد
اللي هي الرقم 5، وآخر شيء بحكي لي return للتمب الموجود. مرة تانية هذا تمهيد الآن، تمهيد لشو؟ للكودينج اللي راح تكتبه كمان شوي، فأنا بدي أعرف كيف التفاصيل، كيف أنا بدي أشتغل لحتى تصير الأمور أوكي بالنسبة لنا. أي استفسار لغاية الآن؟ واضح كيف أنا عم بستخدم المعادلة بعملية الـ NQ، عملية الإضافة رح نستخدم الرير ونعدل عليها لحتى نخزن القيمة. إذا أنا بدي أعمل delete من Q أنا بدي أغير على الفرونت. بالنسبة للـ NQ إذا أنا كنت بحكي عن size ثابت فأنا بدي أتأكد إنه أنا ما وصلت للفل. هون ممكن أحكي زد أقل من آن، أو أحكي هون بشكل عام إنه not full، إنه أنا مش مليانة. فالآن بعد هيك بغير عقيمة الرير إنه الاندكس الجديد اللي أنا بدي أخزن فيه القيمة، وين أنا بدي أحط القيمة تبعتي، بدي أشتغل عليها وأضيف القيمة الموجودة. أي استفسار لغاية الآن؟ في أي سؤال من قبلكم على هاي المعلومات؟ ممكن مبدئياً ما مش كتير نفهمها، لكن أنتوا روحوا خدوا هذا الإمثال، هذا الإكزامبل الآن، كملوا عليه، اعملوا NQ وجربوا المعادلات اللي أنا حطيتها، بس غيروا الأرقام، خدوا آخر قيمة للزد، آخر قيمة للرير، تعاملوا معها، وارجعوا اعملوا DQ NQ DQ وشوفوا كيف عم تشتغلوا فعلاً، عم تمشي سيركولر. الآن إذا أنا كملت الآن، خلينا نكمل على المثال تنشوف كيف السيركولر بالنسبة لنا. فبدي أمشي كمان NQ بهاي الطريقة. الـ NQ خلينا ندخل الرقم 7. الرقم 7 معناته أنا لازم أعمل check إذا مش full. أوكي الآن أنا بدي أشتغل على القيم الموجودة عندي وبدي أشوف شو هم. فالآن مش full، فـ if not full حكينا، if not full بدي أحسب مين؟ الرير بهاي الحالة اللي هي الرير زائد 1 نشتغل عليها. نلاحظ أنه إحنا بالدي كيو ما غيرنا على الرير، الرير ضل زي ما هو. الآن بالنط فل الزد قيمتها 2، الآن 4، إذن أنا مش فل لسه في مجال. طيب الرير كم قيمتها؟ الرير آخر مرة إحنا عملنا إضافة هي صارت 2، فأنا بدي أجي أحكي لك الآن 2 زائد 1 مد الآن اللي هي الرقم 4، فثلاثة مد الأربعة هي الموقع 3. فأنا بدي أروح على الموقع 3 الآن أعمل إضافة للرقم 7. بس هيك لا، أنا الآن بدي أحكي لك إنه الزد زد لي عليها بمقدار 1، فرجعنا للرقم 3. طيب الفرونت، الفرونت رح تضل ثابت من الجملة اللي قبلها إنه الفرونت قيمته 1. رجعت حكيت لك الآن كمان مرة NQ بهاي الطريقة. لا الرقم خلينا نحكي 15. الآن مرة ثانية بدي أعمل check if not full، إذا مش مليان الآن بدي أحكي لك غير لي على الرير، خلي يساوي قيمة الرير من الجملة اللي قبلها 3 زائد 1 باقي القسمة على الأربعة. كم بطلع عندي بهاي الحالة؟ 3 زائد 1 4، 4 باقي قسمة على الأربعة 0. فإذا أنا رجعت لوين؟ للموقع 0. الزد بدي أعملها الآن 4، صار عندي 4 عناصر. الفرونت رح نخليه ثابت عند الموقع 1. القيمة 15 الآن وين بدي أخزنها؟ في الاندكس تبع الرير اللي هو الاندكس 0، رح تتخزن الـ 15 هون. إذا حاولت أنا أعمل كمان NQ رح يحكي لي إنها فل كمط، مشكلة في عندي مصيبة الآن. واضح كيف عم بشتغل البرنامج؟ فإحنا شو عملنا؟ إحنا عملنا التفافية. الفرونت أول عنصر هو الخمسة اللي هي الاندكس 1، الرير عندي الآن صار الاندكس 0. طيب هل أنا من خلال الفرونت والرير بقدر أحكي إنها فول ولا مش فول؟ لا، إحنا بنعتمد على الزد اللي هي عدد العناصر المخزنة عندي لحتى نتأكد إنها فول أو مش فول. فهمنا كيف الموضوع السيركولر؟ إحنا عملنا تلاعب في الجمل لحتى نعمل الري العادية إنها سيركولر، إنه إذا أنا وصلت للنهاية وفي عندي مواقع فاضية أرجع من البداية أشتغل. ففي أي استفسار على الجمل اللي عندي هون؟ طبعاً آخر جملة NQ
هي اللي فرجتني كيف السيركولر صار عندي. أوكي؟ في أي استفسار على هاي الجمل الموجودة عندي هون؟ أي سؤال؟ طيب إذا بدي أعمل دي كيو الآن من وين بدي أحذف؟ في حدا بيقدر يجاوبني؟ من موقع واحد. من موقع واحد. فإذا الآن بدي أتأكد if not empty أول نقطة هي مش empty تمام. باجي بحكي لك غير لي على مين الآن، جيب لي temporary لأنه أنا بدي أرجع القيمة مش بس بدي أحذفها. باجي بحكي لك إيه موقع الفرنت اللي هي أي قيمة، موقع الفرنت اللي هو واحد، الموقع واحد اقرأ لي هون الرقم خمسة. بعديها الزد بدي أنقصها بمقدار واحد، صارت عندي أربعة الآن بدها تصير ثلاثة. الرير بدها تضلها زي ما هي بدون أي تعديلات اللي هي الموقع زيرو من الجملة اللي قبلها، فأنا بدي أحافظ عليها. الآن إيه الموقع أف بدي أخليه يساوي عندي النم إنه أنا القيمة هاي حذفتها. وآخر شيء بدي أغير على قيمة الأف، الأف قيمتها كانت إيش؟ واحد زائد واحد مد الأربعة، سوري مد الأربعة اللي هي اثنين، مد الأربعة اللي هي الموقع اثنين. أنا بروح على هون بحذفها الموقع واحد وبصير عندي الفرنت عندي الموقع اثنين، فهي بداية الكيو الجديدة. تمام؟ إذا بدكم تكملوا دي كيو رح يحذف العشرة، بعدين السبعة، بعدين رح يعمل التفاف، فالفرنت رح يروح لعند الموقع فيه القيمة 15 الموقع زيرو يحذف لي إياها، وبعد هيك رح يحكي لي إذا أنا حاولت أحذف أنها empty ما في عناصر. أي استفسار على الشكل الموجود أو على الجمل الموجودة عندي هون؟ فإذا العمليات عملنا NQ NQ NQ، دخلنا ثلاث قيم، بعدين حذفنا قيمة، بعدين ضفنا. طبعا في الامتحان رح يجي جمل زي هاي وأجي أحكي لك أي شكل من الأشكال التالية أو أي ترتيب للعناصر أو وين الفرنت أو شو قيمة الفرنت أو شو قيمة الرير كإندكس. هلأ كإندكس ثابت، فالإندكس الآن أنا باجي بحكي لك شو قيمة الفرنت الآن بعد ما أنا نفذت العمليات هاي، فالإندكس هو اثنين. جيت حكيت لك كم الزد أو اللي هو number of elements، الزد هو ثلاثة. كم مقدار الرير؟ الرير هو صفر. إذا أنا جيت حكيت لك هل هي empty ولا لا، هي not empty. حكيت لك كم length، ثلاث عناصر مخزنات. فأنا الآن ما باجي بحكي لك عن coding، أنا باجي بحكي لك عن الفكرة العامة بناء على الجمل اللي إحنا أخذناها. وجيت أنا حكيت لك افترض أنها circular array، فأنا حددت أنها circular array من البداية، فبدي أتعامل معها بالطريقة اللي إحنا شايفينها. فكل مرة بدي أنتبه شو قيمة الفرنت، شو قيمة الرير، شو قيمة الزد، هل أنا فل، هل أنا empty، وكيف بدي أتعامل معاهم، كيف بدي أشتغل معاهم. أوكي طيب، إذا إجيت أنا حكيت لك نفذ لي الآن الجملة التالية first، وحكيت لك شو القيمة الموجودة في الموقع first، شو بدي أحكي أول شيء؟ if not empty، لأنه أنا ما بصير أرجع لك قيمة وأحكي لك شو أول قيمة مخزنة في هاي الليست وأول واحدة في الطابور إذا أنا فاضي. طيب بعد هيك شو بدي أحكي لك؟ return الـA الموقع F اللي هي الموجودة في الفرنت. الأف عندي هي اثنين، القيمة الموجودة في الموقع F اللي هي عشرة، فأنا بجيب لك الرقم عشرة. هل بحذف هون؟ ما بحذف شيء، فقط أنا بعمل لك جملة return، بعمل لك إرجاع للقيمة. واضحة الأفكار كيف عم تشتغل؟ في أي سؤال على هذا الموضوع؟ طيب بالنسبة لمحاضرة الخميس رح تكون مسجلة، رح أكمل على موضوع الكيو، رح أبدي لكم الكلاس تبع السيركولر array. يوم الأحد القادم رح نبني الكلاس بطريقة مختلفة، إنه مش سيركولر، إنه dynamic array. فبدنا نشتغل على الفكرتين، بدنا نفهم الفكرة الأولى والفكرة الثانية. ففي الامتحان أنا بحدد لك إنه أنا افترض إنه circular array، suppose you have a circular array، بدي أحدد لك السايز لإلها، بدي أحكي لك شو الجمل التابعة لإلها، أو بحكي لك إنها dynamic array، فرح نشتغل بالشكل اللي رح يجي بالجزء الثاني من هاي السلايدات. فرح نبني الكودين بطريقة مختلفة عن بعضهم.
رح نكتب الكودينج، رح أبلش يوم الخميس نكمل شرح، نشوف كيف السيركولر. الكودينج مش موجود، الموجود عندي هم فقط بسيد كود، أنا رح أبرمج لكم إياهم، أشتغل لكم عليهم وأحكي لكم كم الكومبلكس بحالة السيركولر. الكويز يوم السبت حكينا 10-4، تشابتر الأول الساعة 3، على الأغلب رح يكون في 5 أسئلة، الوقت رح يكون محصور بعشر دقائق فقط لا غير، لحتى إنه ما يصير مجال للغش عندكم. أي سؤال لغاية الآن؟ أي استفسار على اللي أنا حكيته لغاية الآن؟ طيب لهون يعطيكم ألف عافية. ما تنسوا موضوع الكويز، ادرسوا منيح عليه. أوردي المفروض إنه إحنا فهمنا كيف نحسب complexity لألغوريثم شو ما كانت تكون، عرفنا نحدد إنها correct ولا not correct بناء على الجمل الإف statement الموجود داخلها. فرجاء ادرسوا على الشابتر هذا، الشابتر الأول، احضروا محاضرة الخميس لحتى نقدر نكمل يوم الأحد بدون أي مشاكل عنا. الكويز بشابتر الأول، شابتر الأول اللي هو الكومبلكسيتي الساعة 3. أي استفسار آخر قبل ما ننهي المحاضرة؟ طيب يعطيكم ألف عافية. و one way or two way، على الأغلب راح يكون one way، أنه يعني السؤال اللي بتدخل عليه ما في مجال ترجع له. دكتورة على البث تكون؟ لا راح يكون على الإيليرنك. في أي استفسار تمام. آخر؟ دكتور محاضرة اليوم متى إن شاء الله ترفعيها؟ راح أرفع لكم إياها يمكن كمان شوي، أو إذا تأخرت بتكون للمسا بس. تمام. لكن ممكن. خلال اليوم يعني، مش راح يكون يوم آخر. شكراً. أي استفسارات أخرى من قبلكم؟ الكويز مبدئياً رح يكون 5 أسئلة، الوقت ممكن 10 دقائق إلى ربع ساعة، مش رح يكون وقت طويل. أي استفسار آخر؟ طيب يعطيكم ألف عافية، نلتقي يوم الأحد إن شاء الله.